السلام الله عليكم مشاهدينا ورحمة وبركاته. أضواء على الأحداث في هذا اليوم أبدأها من الجزائر، حيث قضت المحكمة العسكرية الجزائرية بإسقاط تهمة التآمر على الجيش والدولة وتبرئة سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري المخلوع وقائدي المخابرات السابقين الجنرالين توفيق وبشير طرطاق ولويزا حنون زعيمة حزب العمال بعد إعادة المحاكمة لقبول الطعن بالنقض في القضية. وسيغادر الجنرال توفيق السجن رسميا وهو متواجد حاليا في أحد المشافي العسكرية خارج السجن العسكري. في المقابل سيبقى سعيد بوتفليقة وعثمان طرطاق رهن الحبس لوجود أمر بالإيداع في حقهما في قضايا أخرى، وكان قد صدر في حق سعيد بوتفليقة أمر بالإيداع بسجن الحراش بتهمة غسيل الأموال. يأتي هذا في إطار عدة مستجدات أهمها عودة وزير الدفاع السابق جنرال نزار إلى البلاد بعد فراره إلى إسبانيا وإصدار مذكرة دولية للقبض عليه والتي تم إبطالها عقب عودته. مشاهدينا للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب من لندن السيد محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق. أرحب بك سيد محمد، ما الذي يعنيه تبرئة هذه المجموعة التي تعتبر من الحرس القديم المحسوب على النظام السابق؟ مرحبا بك أستاذ زياد وبالمشاهدين الكرام. ما يعني هو العودة القوية لما يعرف بالدولة الاستئصالية، النظام الاستئصالي، الدولة العميقة، العودة بشكل من بعد أن فروا كما يقال أو سجنوا من النوافذ، فهم يعودون من أوسع الأبواب. أيضا من الذين ذكرت الأربعة كما ذكرتهم الجنرال توفيق والجنرال طرطاق وشقيق الرئيس سعيد بوتفليقة وأيضا الأمينة العامة لحزب العمال، لكن أيضا هذه القضية فيها الجنرال خالد نزار وزير الدفاع الأسبق وقائد انقلاب 92 وفيها ابنه أيضا وأحد المقربين منه. طبعا بالنسبة للأربعة سجنوا في أيام القايد صالح، وبينما خالد نزار فر إلى إسبانيا هو وابنه وصديقه. قبل حوالي 3 أسابيع بالضبط عاد الجنرال خالد نزار من إسبانيا على متن طائرة رئاسية وبجواز دبلوماسي، وأقيمت له تحية العسكرية في مطار عسكري هو مطار بوفاريك، أهم مطار في البلاد المطارات العسكرية، وكان هذا متوقع. شخصيا كنت متوقع لهذا، وأنا شخصيا أيضا كنت ذكرت يومها للقائد صالح عندما كان قائد الجيش الأسبق الذي توفى في 23 ديسمبر 2019 عندما كان في أوج قوته وكان هو الحاكم الفعلي للبلاد، من أن إذا لم يسلم السلطة للشعب فإنه سيتم طحنه طحن، وأن هذا الجناح سيعود، وأنهم لن يغفروا له اعتقاله، خاصة لتوفيق واضطرار نزار للهروب. قايد صالح كان أحد الضباط الذين يعملون تحت إمرة خالد نزار في التسعينات، لأنه كان بينه وبين خالد نزار سلطة كبيرة لخالد نزار عليه، وأن هذا الموقف الذي اتخذه منه سيدفع ثمنه غاليا، وأنه إذا أراد أن ينجو هو ومن معه من جناحه فإنه عليه أن يسلم السلطة للشعب، مما يعني يومها ربما القضاء على هذا الجناح الاستئصالي الذي دمر البلاد بانقلاب 11 يناير. ولكن هذه الأيام ظروفه بطبيعة. ولكن بالمقابل سيد محمد، ألا يشير هذا طالما تحدثت عن قائد صالح، ألا يشير وأنت كنت تهاجمه باستمرار، ألا يشير اليوم بأنه كان هذا الرجل صادقا في تبنيه لمطالب الحراك ودفاعه أو حمايته على الأقل للحراك؟ لا يشير لذلك، لأننا إذا نظرنا إلى ماذا قام القايد صالح، القايد صالح كان مع النظام طول عمره إلى غاية 26 مارس 2019، أي بعد شهر من بداية الثورة الشعبية، من بداية الحرك. يومها بعد أن اقتنع تماما من أن الشعب سيطيح أو يطالب بإسقاط النظام ويريد كما كان رفع شعار الدولة المدنية ماشي عسكرية وشعار يتنحى وقع يسقطون جميعا، عندما تأكد من ذلك قام بعملية تمويه أو عاد إلى الوراء، أطاح ب
بوتفليقة بعبد العزيز بوتفليقة وبشقيقه وبمن كانوا في هرم السلطة، ولكنه بدل من أن يسلم الحكم للشعب قام بعملية التفاف وقال يطبق المادة 102، ولكن الشعب رفض تطبيق المادة 102 وأسقط انتخابات 4 جويلية 2019 انتخابات رئاسية. فكانت المرة الثانية التي يسقط فيها الشعب الجزائري الانتخابات الرئاسية بعد أن أسقطها في أبريل 2019. لم يستمع القائد صالح آنذاك، وكنت أهاجم من منطلق من أنه هذا صراع أجنحة، لأنك إذا كنت بالفعل تريد حل للشعب الجزائري وقيام دولة مدنية وقيام دولة الشعب يقرر مصيره، فعليك أن تتحالف مع الشعب، لأن هؤلاء سيعودون وسيعودون بقوة وسيطحنونك ويطحنون أيضا مع الشعب. إذن هو في الواقع الأمر لم يقبل ذلك ولم يقبل هذه النصائح، ومضى في ما سماه آنذاك المسيرة الانتخابية وعين تبون على رأس البلاد. بمجرد أن عين تبون في 12 ديسمبر 2019 بعدها بأيام قيل من أنه أصيب بصدمة دماغية. على الأرجح الآن وهناك كثير من المؤشرات أنه اختيل في 23 ديسمبر، لأن بالنسبة للجناح الذي كان يهاجم كانوا يريدونه أن يكمل صراعه مع الشعب فيفقد شعبيته فيسهل عليهم فيما بعد التخلص منه ومن جناحه. طيب اليوم بعد تبرئة هذه المجموعة من الجناح القديم وعودة الجنرال خالد نزار، هل يكتمل مشهد عودة النظام القديم وبالتالي عودة الحراك إلى نقطة الصفر؟ في واقع الأمر هذا يتوقف على مجموعة كبيرة من المعطيات، من بين أهم المعطيات الظروف الإقليمية شديدة التوتر. هناك توترات في تونس، حرب في ليبيا، توتر شديد وشبه حرب في النيجر، حرب في مالي، وتوتر شديد مع المغرب، وأيضا علاقات غير مستوية مع موريتانيا. يعني كل الحدود الجزائرية ملتهبة بشكل أو بآخر، هذا من جهة. من جهة ثانية أيضا في الناحية الإقليمية التطبيع المغربي الإسرائيلي ودخول إسرائيل إلى بلد، أو عودة إسرائيل في الحقيقة لأنهم يقولون معاد العلاقات مع المغرب إلى بلد مغاربي. الأمر الثالث الدور الإماراتي المهيمن، والذي نعرف أن الاستراتيجية الإماراتية كانت تدمير المشرق العربي والمساهمة في تدميره مع آخرين، واليمن أكثر ربما أهم الأدلة على ذلك، وليبيا أيضا، لكن الآن بقي لهم الجزائر والمغرب بشكل أساسي وتونس. فهذا أيضا دور إماراتي، ومن وراء الإمارات كما تعرف القوى التي تدعمها وتناصرها أيضا. هذه مجموعة إقليمية. هناك وضع داخلي أيضا يتميز بانهيار أسعار البترول، بعدم القدرة على تصدير حتى الكوتا أو اللي هي مخصصة للجزائر من بترول وغاز، أي انهيار مداخيل البلاد، لأن مداخيل البلاد هي أساسا بترول وغاز. وضف إلى ذلك رئيس مريض ظل شهرين في ألمانيا، لم يعد إلا قبل حوالي 4 أو 5 أيام، والصراع وتطاحن داخل النظام بين مختلف الأجنحة. نعم صحيح يعود نزار ويعود توفيق والآن هما الجناح الأقوى، بالرغم من أنهم ليسوا في السلطة، وبالرغم من أنه حتى صبيحة هذا اليوم كان يقال بأنهم مسجونين أو أنهم كانوا متهمين، لكن هناك أجنحة أخرى أيضا، أي أن هناك أجنحة أخرى أيضا تدخل في المعطيات. مما لا شك فيه أن إذا كان الجناح أو الأجنحة المتواجدة الآن، إذا من ضم أحدهم إلى الشعب أو فكر في أن يكون الحل مع الشعب، فقد تنجو الدولة وقد تنجو البلاد، وأيضا قد يضعف دور توفيق نزار وجناحهم الاستئصالي. ولكن إذا ظل النظام ككل متفق على أن يكون الحكم عسكري ومختلف على النفوذ والسلطان والمال، فنحن نتجه إلى سنة ستكون عصيبة وعصيبة جدا على الجزائر والجزائريين. نعم. طيب يعني لوحظ مؤخرا بعد التطبيع المغربي مع دولة الاحتلال أنه الجزائر أو النظام الجزائري اتخذ موقف وموقف شديد حيال هذا الموضوع. البعض يرى بأنه هناك بعد عودة رموز النظام القديم هؤلاء من الجنرالات، هناك مخاوف من قمع الحراك
وتحت ذريعة مقاومة التطبيع والمؤامرة على البلاد، إلى أي مدى تعتقد بأنه الحراك سيتم التعاطي معه بحدية وربما بدموية مثل ما حصل في السابق في التسعينات؟ بالنسبة للتطبيع في الحقيقة، لو استمعنا إلى تبون عندما أقدمت الإمارات والبحرين ثم أساسا على التطبيع والإعلان عن ذلك، طبعا تطبيع الإمارات البحريني مع إسرائيل كان معروف وموجود ومتعاونين في كثير من الأشياء، خاصة الإمارات مع إسرائيل أو الكيان الإسرائيلي، لكن لم يقولوا شيء إلا كلمة واحدة، قال نحن لن نهرول إلى التطبيع، لم يقل لن نطبع. إلى درجة أن هناك لم يسمح بصدور قانون يجرم تطبيع، حاولت بعض الجهات المتواجدة فيما يسمى بالبرلمان من إصدار قانونين في الحقيقة في العشر سنوات الأخيرة أو 15 سنة، قانون يجرم الاستعمار وقانون يجرم التطبيع مع إسرائيل. منع النظام تماما كلا القانونين من أن يمر، وحتى أنه يوما قال هناك هذه مبالغات ومزايدات وأن هناك من يريد أن يتخذها تجارة. إذن ليس للنظام القائم مشكلة مع التطبيع مع إسرائيل، بل أن وجدنا مثلا أن الجنرالات وعلى رأسهم توفيق ولكن أيضا نزار الذين جاءوا ببوتفليقة في 99، وجدنا اللقاء الشهير على هامش جنازة القيصر في جويلية 99، حينما يقول بوتفليقة بكلمات ولكنة إنجليزية ضعيفة ليهود باراك، للمجرم يهود باراك يومها، وزير رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول له how we can help you، كيف نستطيع أن نساعد أو نساعد إسرائيل. ووجدنا أن فيما بعد تم إرسال وفد من ما قيل يومها صحفيين، بمجرد عودة الوفد عينت رئيسة الوفد وزيرة للإعلام وناطقة باسم الحكومة وهي خالدة مسعودي. ووجدنا اتصالات أيضا في حتى على مستوى الحلف الأطلسي بين جنرالات جزائريين على رأسهم القيد صالح يومها مثلا وجنرالات مصر وإسرائيل، وكانوا يتواجدون بالقرب وهناك صور موجودة لهذا الموضوع. إذن بالنسبة للنظام ليس لديه مشكلة أن يتعاون مع فرنسا والولايات المتحدة والصين وإسرائيل وكل هؤلاء، ما المشكلة التي لديه هو مع الشعب الجزائري، لكنه بالفعل قد تستخدم موضوع التطبيع ليس فقط لمزيد من القمع، لأن القمع موجود الآن أيضا، يعني هناك مئات من الأحرار في السجون وتعرضوا للتعذيب والتهديد، مئات طردوا من أعمالهم وضغط رهيب على الشعب. صحيح لم يلجأوا إلى الدماء لحد الآن، لكن التعذيب يتعرضون له. لكن الخطورة هو أن النظام الجزائري يزاود على المغرب ويقدم تنازلات رهيبة للأفريكان للأمريكيين بقواعد عسكرية، والولايات المتحدة كانت طلبت من الجزائر إقامة قواعد عسكرية في الجزائر، والجزائر في هذا أقوى بكثير من المغرب لأن الجزائر ممتدة داخل إفريقيا ومساحتها أكبر من المغرب وإمكانياتها الجغرافية أكبر من المغرب، فممكن أن النظام يزاود على المغرب لأن الخصوم الرئيسية هو ما بين نظام مغربي ونظام جزائري على المستوى الخارجي، فيقدم تنازلات للأمريكيين، ولأن النظام داعميه أيضا هم الفرنسيين والروس والصين، فهو سيقوم أيضا لهذه القوة التي ستنزعج من إعطاء قواعد أو دعم أو خدمات عسكرية لأمريكا بإعطائها أيضا تنازلات، وربما نجد أن النظام الجزائري يجري بالقوة الكبرى علنا ورسميا إلى الجزائر إما بخدمات عسكرية أو حتى قواعد عسكرية. أشكرك جزيلا سيد محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق، كنت معي عبر سكايب من لندن.